عسلامة. عسلامة أختي الغالية. مرحبا بيك. وبيك وربي يفضلك. حبيت أحكي لنا على الصعوبات اللي يواجهها العامل اليومي كل يوم. والله يا أختي الغالية إيش نكلمك، الصعوبات اللي متعدين بها أحنا العامل اليومي ربي هو اللي عالم. الصعوبات فيش تتمثل؟ والله يختي في احتياجات، فهمتي، خدمة فماس سيرتو للبطال عامل يومي تقول عليهم ناس يلا. يعني العامل اليومي يعتبر بطال ميت مش بطال. انت هكا في انت هكا قلت هاي ميت عبارة احنا موتة، تعرفي شنو العامل اليومي سيرتو ميت بالحياة. صدقيني قسمون عظم الرتاه البلد هذي اختي الغالية، انا نعيش لبرا، كنت انا عشت 6 سنين لبرا في العالم. وين؟ مشيت لتالي، مشيت لفرنسا، ما عليها دورتها اخت الدوله هذية. دولة عام قديش؟ والله في 92 اختي، مشيت 92. علاش ما بقيتش مشي؟ والله يا اختي شي نكلمك، واحد يقول الحمد لله، واحد هبط معاها تليفا، فهمتي، الحمد لله ونعمه بالله. والله دويره ما نكذبش عليك، ربحت كان الدار، وفي البلاد هذية حتى كي تعمل مشروع ريت نكلمك، انا كلمه اقوى منك يمحيك. عملت مشروع؟ والله يا اختي لا، ما خممتش فيها البلد هذية باش نعمل مشروع، خاطر هذية عندها مالها تعمل في المشاريع. برشا عبيد يعمل في مشاريع مسيو نيشحة. قليل اختي، والله ورث اختي قليل. شنو البروجي اللي خممت فيه؟ والله يا اختي البروجي باش نخمم فيه، مانيش اول حاجة قاري مطلق باش نخمم، فهمتي؟ ومانيش عندي حاجة في مخي معناها باش نعملها. هنا في بلاد نجي نكلمك اختي الغالية كي يعطونا خدمة وشهيرية للعامل اليومي، نحمدوا ربي ونشكروا. علاش التونسي ما عادش يحب يكون شهار؟ خاطر اختي صعبت لهنا، شنو معاش من ناحيه شنو؟ ماذا بيه يخدم مهنه حره؟ خاطر ما يخرتش اختي، تو شهر سامحيني باش نكلمك انا في الكلمة، تو انا نخدم شهر مثلا ناخذ 600، نحطوا 600 ما نقولش 500، حسب بوخك انت. يعني تغلى تطلع الاسعار، هذاك هو 600 تموت وتحيا فيه. يعني تموت، يعني الحاكم ريتي الحاكم والسياسه هذيا يعطوك 600 باش يستعمروك تبقي تحتهم. باش نكلمك انا حاجه، انا مره عشت مع العباد البرا يشرب حاشك في الشراب وياكل في الحم الحلوف ويعطيك حقك بالكامل. هنا يصلي ويعبد في ربي، فهمتي، ومن واحد يجي كان زاد الزم يشي يبر الحاكم. انسان هذايا راهو ثم ضرني، ما يعطيكش حقك بالكامل. اختي البلد هذه انت تعرفيها تبارك الله، ماكش خصايص. قلت لي حبيت تتحرق اولادك. انا كان لك كيفاش نهججهم ونهج. قد عندك؟ عندي زولاد وبنيه. يحبوا يهاجروا هما ولا؟ لا يا اختي جي نكلمك، هما مضى بها من يوم قبل الغدوه. ما لقيت لهم مش حتى قدره، يعني هاني قاعد نخملهم انا وقاعد نشوف كيما حرقت انا مرتين كيف باش نصمت لها. خونا انت عام 92 حرقت مسيو؟ 92 مرتين عايش اختي انا حارق في بطو نتاع السلعه الحمد لله. تبيني بوراقك مسيو؟ لا 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 لا، حرقه خير من الوراق. نعطيك انا حكايه توا، حرقه خير منه انا. علاش؟ علاش حرقه؟ والله يا اختي جي نكلمك، خاطر انا كي باش نعمل فيزا مثلا، باش نعمل فيزا نطلع بها سيرتو 15 يوم ولا شهر، وحاب باش نقعد انا غاديك، باش تحرقي هبطوني هكا ولا الاسم ورقب باينين كيف هالداخل، كي نمشي انا هنا هجيش لا يعرفوا لا اسم ورقب، ما يضربوا ما يلقوش اسم ما يلقوش حتى شيء، باش نقعد انا غادي، فهمتي بالضبط؟ اما البلاد هذه كلمتك محلاها اللي قلتها، البلاد هذه عايشين فيها 10 ناس، انت حاجه واحد باش نقولها لك، النقل المتروات، اختي الغاليه الوزير ريتي باش نحكي راه ما تقصي الوزير واللي تحته واللي تحت، بكره هبهب، كليماتيزير في الدار، اللي خلصتك لا مال ضو، لا محمد وولادهم يقروا في اعز المدارس، مشي لوج علي انا شاد المحطه نتاع المترو، فهمتي، نستنى بالاربع سوايع مترو، مش حرام عليهم. اختي الغالية ما نخطرهمش ما نقدوهمش، الناس هذوما فهمتي يجي نكلمك انا حاجة، يعيش هو ويقتل غيره، من الاخر اختي، يعني الزوالي لهنا في تونس عايش اختي، يلزموا يتعفس يموت تحته، فهمتي؟ يعني سيرتو العامل يومي، ما احنا كلمتك عامل يومي ميت، تعرفي شنو ميت؟ ماهوش ضامن يخدم ولا ما يخدمش، غدوة زعما نخدم زعما ليه، زعما تجيني خدمة. رحم والديك باهي ريتي حلي الوحده شوف انا توا ماشي من كثره ما عنديش انا مصروف ياسر باش نمشي ناخذ شويه مرقش شويه سيسون سكتهم او نحكي معاك انا ودغري راه باش ناخذهم شويه سيسون وشويه مرقيزه فهمتي نعمل لهم كاسكروتات عباره بات البرا انا مصبح البر فهمتي بالضبط يعني هذا من الناس هذوما اخته لا خلونا اختي الغاليه باش نتفرهدوا لا خلونا المعيشه باش ناخذوها على قد حالنا تو كيما قبل كيما تو المعيشه نحكوا اختي فما حتى أكيد لا يرحم والديك أنت 20 و30 تصرف لك كل يوم نحكو ريقلة عائلة تصرف لا يرحم والديك خنقونا أختي برشا وليو الشباب توكش أولا ولادي شباب 18 سنة و20 سنة بس من بالله يطلبوا مصروف كل يوم لا حشبك شوخ من حقهم مصروف والبنية تعرفيها في الدار البنية عندها برشا مستحقات 5 و5 على أختي الطفلة عمرها 18 سنة
عندها تحكي مع امها، عندها حكايات باش تاخوها، ما عندها حاجات مستحقاتها ما يلزمش تمديدها لحتى حد كان امها وابوها في العمر هذيك. يا اختي الغالية تعرفي شعبنا انت شعب طماع. انا نسكن في جبل الاحمر ولا هنا قسما من عظم انا وماكش برانية واختي راكي مادام وقفتي ظروفنا خايبة على الاخر عايش اختي. على الاخر ثم عباد اكثر من ان احمد ربي ونشكر لي انا مانيش كاري ونعمة بالله. اما يا عباد يا سياسيين يا وزراء اتلهوا بينا بجاه ربي بجاه ربي اتلهوا بينا وحسوا بالزوالي فهمتي وحسوا بينا حتى شوي. يا سيد الرئيس ربي يفضلك انا قيس سعيد نحبه الله ربي يبارك لك قيس سعيد في اللي تعمل فيه وربي يفضلك. اما اخزر للبطالة شوي عامل يومي اخزر له شوي رانا مشينا ورانا صايي. انا راجل طولي طولي تحت 8000 فرنك معناها باش نمشي لاخو بها من شوي مرقاش هاي سي صو ومن بعد فولي ما تغوتون ولي خمم باش نعمل تتلزي اختي باش تعمل حكايه خايبه وانا تمني ولا من بربي تتلزي باش تروحي تلقي ولادك ما عاد لا ماء لا قضيه لا ماكل لا شو يعمل يبيعوا يبيعوا اختي عايش اختي ماهوش منا نحن راهو منهم هما اللي شادين الكراسي عايش اختي اللي يحكموا فينا ريتيهم خاطر متفرهدين. اعطيني انت واعطيني ترى هما يخلصوش في الماء والضوء كيفنا نحن نحكوا ليك لا يهبطوش يقضوا كيفنا نحن ما يقضوش كل شيء لديارهم حاضر عايش اختي الخديم برك يجي ثلاثه واربعه في ديارهم باش يخزروا لي انا وليك انت في السموشات وربي عالم. انا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. ايش يا خويا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم فهمتي اخزرونا اخزروا الشعب التونسي المزمر. برشا مواطنين معناه يواجهوا في نفس المعاناة. والله يا اختي في عمري انا نحكي لك تو 55 سنة، في عمري انا ثم 55 كيف انا عمارة مثل عام اليوم متيشة تحت الحيط، برشا. أما بجل تو الشباب ولا نحكوا كيف نحن 60 و 65 سنة، نحكوا ليك الأختي، الشباب أبجل ولا لا؟ هكا ولا لا؟ يا خويا أقتلونا ما يسالش اللي فات 60 وقتلوه، هاي يا خويا خلت أقعد شوي، أمشوا للشباب، أعطوا للشباب فرصة يا أقتلونا بالكرتوش، حطونا وقتلونا. ريت اللي فات ستين ربي سبحانه من فوق فهمتي عز وجل صاي احنا كبرنا صاي الدنيا هذه ما عطتنا ستين سنين ما يلزمش كبر كبر راهو معناها فما حياه اخرى يا جميع اختي الغاليه من الفقر ومن الدمار تكبري من غير قدره كي تقول لي احتياج نقول لك اما كي يبدا واحد مترفه 60 سنه راهو ينجم يعمل برشا حاجات تبيع الامر بيد الله الامر بيد الله عارفه الشباب ابجل منا عاش اختي انا نخزل ولادي ونخزل الشباب هنيا اي أبشر مني باش يعمل أسرة باش يخدم باش يكو هذا باش يعمل فيها دار نحكو تو تو أنا ودي أنا يعمل دار أنا أعطي له هواء حتى اللي يلقى التراب باش يعطي له هواء الهواء نتاعك أنت الهواء نتاعي أنا كيما تحمين فيه 8000 في الدار ما هو عندي شكون عندي خويا عندي أمي وبابا ربي يفضلهم لي بالكش أنا جابتني عظمة معناها مطيش قلت لي عملت دار يا أختي أمي وبابا وأنا انا تقف ثاني فهمتي لهوا باسم خويا الفوق فهمتي عندي اختي زاده ربي يفضلها فهمتي مطلقه مسكينه عايشه معانا وعندي امي وبابا قبل كل شيء باش نكذب عليك وانا تقف ثاني وعملت خد دوله عاونتني يا اختي ما عطتنيش حتى دور الدوله لا مره مشيت للمعتمد ولا مره مشيت للعمده اختي باش ناخذ من عندهم معناها كما نقولوا فيها اعانات ما فماش مريتهاش اعانات من غادي لغادي في الدوره فهمتي يا اختي وانت تعرفي البلاد مصلي على النبي موثق الله لا تبارك لهم برجولي السياسيين برجولي يا اختي الغالي يعملوا لنا حساب يا ناس تاع راهي عباد هبلت اختي راهي عباد ولا تلقت في البلاستيك فهمتني شكرا نسيان يفضل اختي